أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تبني سياسة مرنة لسعر الصرف يؤدي اقتصاديا إلى زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة مستوى تنافسيتها وخفض جاذبية الواردات نظرا لارتفاع أسعارها، خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة. وأشار مدبولي إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية عادة ما يكون مؤقتا ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف ثم يبدأ في الانحسار. وخلال رده على أسئلة واستفسارات الحوار الوطني، أضاف مدبولي أن سياسة سعر الصرف المتبعة حاليا هي سياسة مرنة لسعر الصرف وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبرا أنها السياسة الأنسب اقتصاديا للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية. كما أشار رئيس الوزراء إلى توجه البنك المركزي المصري قريبا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات أو العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسية، وإنما أيضا مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضا في مقابلها في الآونة الأخيرة.